الصحافه قال لك لا معليش الفوتبول هي هام لاحظنا اثناء يعني هذه فتره الحجر الصحي كل شباب يعني البلديه تاعنا اغلب يعني رمي بقوموا بتنظيف احيائهم وراهم ساهرين يعني هذه النظافه، وحنا كبلديه استغلينا هذه الفرصه ورانا نرافقوهم يعني يا لو كان مرافقه معنويه، لان نشوف هذ الشباب هذوما كلهم متطوعين تاع عمال البلديه اللي راهم بعد يعني عمال البلديه اللي راهم متواجدين معنا هنايا راهم يتطوعوا يعني يقوموا بالعمل تاعهم في الصباح وراهم يتطوعوا في المساء حتى نرفقوا هالشباب وندعموهم باش يعني ما يسعموش ونقولوا لهم باللي راني يعني متفاهمين هذه المبادره يقوموا بها.